والخبر الثالث والأخير يقول: هجوم إلكتروني على بانيك وسرقة شفرة أصلية لتطبيقات أبل. اعترفت شركة بانيك مطورة أجهزة كمبيوتر أبل ماك ونظام التشغيل iOS بتعرضها لعملية قرصنة إلكترونية وسرقة شفرة المصدر لكثير من تطبيقاتها. وقال ستيفن فرانك مؤسس بانيك على مدونته إن القرصنة وقعت عندما قام بتنزيل نسخة خبيثة من برنامج تشفير ملفات الفيديو هاند بريك، لكنه أكد عدم وجود أي مؤشرات حول سرقة بيانات العملاء، كما أن الخادم الرئيسي للموقع السيرفر لم يتضرر. وحذر فرانك المستخدمين من الاعتماد على موقع الشركة أو سوق تطبيقات أبل فقط في تنزيل تطبيقات بانيك. وشركة بانيك هي مصممة لتطبيقات تحرير المواقع ونقل الملفات كودا وترانسميت وألعاب الفيديو فاير ووتش.